بعد 4 سنوات على حرب تموز 2006، ما زالت هذه الحرب موضوع دراسة في الكثير من مراكز الأبحاث وهيئات الأركان وقيادات الجيوش، لأن المشهد الذي رسمته لم يؤثر في نتيجة الحرب نفسها فحسب، بل على نمط تعاطي الجيوش الكلاسيكية الكبرى مع المواجهات والحركات القتالية. إن حزب الله ربح لأنه فقط لم يخسر، وخسرت إسرائيل فقط لأنها لم تربح. نحن هلأ بأسبوع ذكرى حرب تموز، نتيجة حرب تموز شو غيرت سياسياً، خصوصاً بالموضوع اللي ممكن نربطه بالخطر الناتج عن موضوع التوطين؟ أولاً يعني أكيد النتيجة هي أنه ما قدر الطرف الإسرائيلي أنه يفرض ما كان بنيته أنه يفرضه على لبنان، أي أنه يضرب كل الوضع القائم الممانع لمشروع توطين الفلسطينيين ومشروع فرض حل على لبنان من خلال فشله في حربه، وهذا ما أدى إلى يعني بمكان ما صمد لبنان، صمد التركيبة اللبنانية، وهذا أنقذ إذا بدك لبنان من الحل اللي كان المفروض يفرض عليه بإرادته أو بغير إرادته، وهذا أهم نتيجة حققناها. وإذا نحن اليوم بعدنا مستهدفين هي لأنه تحديدا عندنا عناصر قوية عم تمنع أنه هذا المشروع يصير، ولهالسبب في دائما خطر أنه لبنان يرجع يتعرض بمكان ما إلى حرب جديدة أو إلى اعتداء جديد، لأنه المشروع المقابل ليس مشروع سلام بل مشروع فرض حل على حساب لبنان، وهذا ما نحن عم نمنعه أكيد على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. طيب كيف ممكن يشكل سلاح حزب الله عنصر من عناصر القوة اللي بتمنع التوطين؟ اليوم فشل أحد عناصر يعني أحد وسائل فرض المشروع المقابل هي بالقوة، لأنه ما قدر من خلال إرادة الناس، إرادة اللبنانيين وأكثرية اللبنانيين، إنه ما لقى إرادة عند هاللبنانيين إنه يمرقوا الحل بالدنيا الطرف الآخر بالمنيح بالسياسي بخيار. إرادة اللبنانيين رفض التوطين، إرادة اللبنانيين رفض حل على حساب لبنان، وهذه إرادة أكثرية اللبنانيين. طيب إذا اللبنانيين ما عم يقبلوا بالمنيح معنا يقبلوا بالوحيش، لا يقبلوا بالوحيش معنا نضرب كل هالفريق الممانع أو كل الأفريقاء اللبنانيين، نجي نضرب هذا الواقع الموجود، نعمل ضرب للاستقرار، نعمل ضرب يعني لكل العناصر القوة ونفرض حل معين عليه. من هيك كان في جهات كتير لعبت على التحريض بين اللبنانيين، على التفرقة بين اللبنانيين، على تشجيع المواجهة اللي صارت والانقسام اللي صار بين اللبنانيين، لأنه هيدي الحالة اللي بتسهل الفرض الحل عليهم. فيك تفرض حل على بلد وعلى دولة متماسكة ومتحصنة وقوية؟ ما فيك. فيك تفرض على بلد متزعزع منقسم على نفسه هش إلى آخره، هذا البلد وهذه الساحة اللي أسهل أنك تعمل أي تمرر أي مشروع فيها. السبب نحن كان دائما خيارنا وسياستنا هي نواجه هذا المخطط من خلال تفاهمات بين اللبنانيين، من خلال منع المواجهة، من خلال تقارب بين اللبنانيين، هذه المساحة اللي بتحمينا وبتحصننا ضد المشروع اللي جاي يفرض علينا. الرئيس فؤاد السنيورة داعي بعد لقاء الرئيس أمين الجميل لعدم الربط بين موضوع السلاح والبحث بموضوع السلاح وموضوع الحقوق المدنية، داعي للبت بهذا الموضوع قبل البحث بهداك على اعتبار أنه الثاني أمر مسلم فيه بطاولة الحوار. طب ليه ما بده يكون هذا الموضوع مربوط ببعضه؟ نحن أول شيء منميز الوضع المعيشي والإنساني تبع الفلسطينيين، يعني مش ربطينه بشيء آخر، بمعنى أنه ما نجيين ناخد الوضع البائس تبع بعض الفلسطينيين وناخده رهينة أمور أخرى، لا، نحن بصدق بدنا نحاول نحسن وضعهم المعيشة والإنساني من خلال اقتراحات حلول، من خلال قرارات على مستوى الحكومة، من خلال سعي على مستوى المجتمع الدولي والمجتمع العربي من أجل مساعدتهم، وهذا شيء عال جيد، ولكن هذا لا يمنع أنه يجب أيضا يعني التطرق إلى المواضيع الأخرى يلي ما بيكفي نقول انه انحكت على طاولة الحوار. طب انا نسأل انحكت على طاولة الحوار، انا نسأل شو تنفذ منا من وقت طاولة الحوار لهلا، شو تنفذ منا، شو قديه تقدمنا بهذا الموضوع، قديه الدولة قدرت سيطرت على الوضع، على الامن، على كل شيء على صعيد المخيمات، وين سيادة الدولة، وين كل ما يعود الى يعني ضبط الوضع على كل المستويات، قديش اليوم قدرت الدولة تعمله، قديش هي اليوم تقدمت بهذا الملف. إذن شعارات وقرارات ونخدها
كتير حلوة، ولكن عند التنفيذ عم نشوف انه هناك تقصير كبير او هناك قلة ارادة للوصول الى نتائج فعلية. بس هناك من يقول انه حلفاء التيار الوطني الحر الداخليين وايضا الطرف الاقليمي يلي ضمن هالتركيبة هيدي هو اللي عم بيعرقل هذا الموضوع بالنسبة للسلاح الفلسطيني خاصة خارج المخيمات. انا ما بدي فوت بمعركة نوايا اللي عم بتصير دايما بلبنان، حرب النوايا اللي صايرة. انا اللي بقدر اقوله هناك حكومة عندها مسؤولية تطبيق قراراتها، اخذت قرار على طاولة الحوار الزعماء، يعني طاولة الحوار الوطني اخذت قرار حولته على الحكومة اللبنانية. انا بحب اسمع وجهة نظر الحكومة بهالموضوع، ما بدي احكي سياسة ومرك نقاط، بدي هذا الموضوع بحب اسمع شو وين وصلت الحكومة في مع الفلسطينيين في النقاش اللي صار، وين وصلت بهذا الحوار، او كان في لجنة حوار لبناني فلسطيني، والى اي حد اليوم تقدمنا بهذه القصة. هذا الحكي المسؤول الوحيد، كله الباقي حكي المنابر وحرب النوايا انا غير مهتم فيها. بالنهاية موقف الحكومة هو موقف مجموع الاطراف اللي بيشكلوا هيدي الحكومة. نعم. ومن هالاطراف هناك من يقول كمان، بدي ارجع عيد تقريبا ذات الفكرة، انه حزب الله، حركة امل وهيدي الاطراف انه هن بالعلن عم بيحكوا انه هن مع حل موضوع السلاح الفلسطيني خاصة خارج المخيمات، انما طرف الاقليم الحليف لقالهم هو اللي عم بيمنعهم. هيدي هي الفكرة اللي لازم انه تتوضح، لانه الاعلام الفريق الاخر عم بيظهرها بهي الطريقة. خليني أقول لك، أكيد اليوم برجع بكرر أنه بعيداً عن مواقف كل فريق من الآخر وتحليله للنوايا الآخر إن كانت حقيقية أو خاطئة، أنا اللي بدي أقوله هناك هذا الموضوع لا يعالج بهذه الطريقة. هذا الموضوع يعالج على مستوى الحكومة اللبنانية من خلال حوار مع الفلسطينيين، وهي المرجع الوحيد اللي كلهم موجودين فيه اللي بيقدر يقول لك قديش عم تتقدم وشو العوائق اللي عم توقف بوجهها. هذا الموقف الرسمي الوحيد يلي مطلوب انه يتاخد وينحكى. كل الباقي اليوم نعرف انه جزء من ال- 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 المشكلة الموجودة اليوم بلبنان، والمشكلة السياسي، ومشكلة الشك الموجودة بين كل فريق للآخر، ومشكلة انعدام الثقة صحيح بين فريق وبين آخر. يمكن كان مفروض خلال تجربة حكومة الوحدة الوطنية نكون قطعنا شوط أطول شوي على صعيد الثقة بين اللبنانيين. يبدو أنه بعدنا مأخرين بهذا الموضوع، وبعدها باطنيا النوايا ليست جيدة تجاه بعضنا. نرجع لذكرى حرب تموز، بظل يلي نبه منه العماد عون من الأيام الأخيرة من موضوع تجدد الحرب والتطورات اللي عم بتصير خاصة ما يرتبط بالمحكمة الدولية اليوم، هلأ قديه فعليا في فرصة لتجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان لتحقيق نفس الأهداف اللي ما تحققت بال2006؟ خلينا نقول أنه أكيد النية موجودة أولا، يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها. قديه الفرصة بقدر ما نحن بننجح أنه نخلق هذا، نسهل تلك الفرصة. نحن فينا نصعب تلك الفرصة، أنه هالفرصة اليوم بحاجة أيضا ل زعزعة الاستقرار الداخلي ليواكبها، ولن تكون حرب بس يعني سهلة من دون ما يواكبها ضرب للاستقرار الداخلي. الضرب الاستقرار الداخلي فينا نحن نكون نسهله أو نصعبه. نحن منسهله إذا لعبنا اللعبة وإذا تفرقنا وإذا فتنا بصدامات بين بعض ومواجهات جديدة، ونحن منصعبه إذا تمسكنا رغم كل الاستحقاقات اللي جاية اللي ممكن إنها تكون هدفها إنها ترجع تحرب وتفرق بيناتنا وتعمل مواجهة بين بعض. هذا التحدي اليوم موجود قدامنا، هذا التحدي والخيارات يلي رح نخدها بالمرحلة اللي جاية لنحمي لبنان ونفوت فرصة ضرب الاستقرار عليه من خلال مواجهة جديدة قد تنشأ من ضمن مسلسل سيبدأ جزء منه يعني سيكون له فصول متعددة. طيب هل هناك رابط بين طرح موضوع الفلسطيني هلأ يلي مطروح وبين هذا الخطر؟ ليش هالتزامن بيناتهم؟ يعني ما بعرف، ولكن أنا بأسف أنه يكون البعض أخذ الموضوع باتجاه استحضار توتر بين الفلسطينيين وبين فئة من اللبنانيين، وبعتبر إذا هذا عمل عن قصد أو عن غير قصد صب في تشجيع يعني تلك العملية اللي هدفها أنها تعمل ضرب الاستقرار اللبناني. بجميع الأحوال نحن فشلنا هذا الموضوع من خلال استيعابنا لهذا القصة، ونحن بالعكس اليوم إعادة موضوع النقاش حول حقوق الفلسطينيين أو وضع الفلسطينيين الى صوابه، يعني الى اللجان والى التطرق فعلا بموضوعيه وبجديه للحل. يعني لقاء جمع جنرال مع وليد جملاط مؤخرا،
طبعا هو اللقاء كان بشكل أساسي اجتماعي يعني أكثر ما هو سياسي، يعني في إطار العلاقة المستجدة، ولكن لا يمنع أنه يدخل بإطار التواصل المستمر بيننا وبين الحزب الاشتراكي اللي بدأ منذ لقاء بعبدة يعني الأخير بين العمادون والجملات، واستمر وكان يعني أو تتويجه بزيارة المختارة. من وقتها نحن في علاقة مستجدة عم تتابع بعدة فصول، جزء منها العمل المستمر يعني على موضوع ملف المهجرين نحن والوزير أكرم شهيب بشكل مستمر وأسبوعي، ومن وقت للآخر أيضا لقاءات سياسية عم تصير ومواضيع بتتنسق وهذا جزء منه. يمكن هالاجتماع يمكن حصل انه في ظل الحكي عن حقوق فلسطينيين وطرح لطرحه النائب وليد جملاط، انه قديش هيدا الموضوع يعني ممكن يتسوب من خلال هيك اجتماعات؟ هلا مناسبة، يمكن صحيح مش هذا سبب الاجتماع ولكن اللقاء، ولكن مناسبة قد يكون لإعادة يعني التواصل بهذا الموضوع. بجميع الأحوال الموضوع انطرح من أول مرة زار يعني النائب وليد جملاط الرابية، وانطرح مؤخرا يعني، وطرح موضوع الفلسطينيين، وكان لنا يعني موقف وقتها بالاجتماع بهذا الموضوع، فكان لنا وجهة نظر، وهذا الموضوع يعني هلا في صلب النقاش اللي حاصل، وسيبقى هذا اللقاء جديد كمان جاي بصلب هذا الموضوع. فأكيد مناسبة أيضا لإعادة يعني تبادل وجهات النظر فيه، علما إنه المصلحة يعني أو وجهة النظر مشتركة في وحدة بإطار تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية للفلسطينيين، وهذا ما في لبناني مختلف عليها، وبصدق كلنا نريد هذا الشيء. أما الوسيلة والطريقة للوصول لإلها فهون يجب أن يحصل نقاش حول هذا الموضوع، مع تحسب لضرورة وضع ضوابط، مش خوفا من الفلسطينيين هن تحديدا هذا الشعب اليوم اللي عم بيعاني من مأساته الاجتماعية، ولكن تحسبا من الجهات اللي عم تستغل هذا الوضع من أجل تمرير مشاريع مشبوهة. أيضا كمان عم نشهد شهد يعني كيف في لقاء مع حزب الكتائب، يعني كيف أساس هذه اللقاءات ولوين يمكن أن تصل؟ يعني اللقاءات عم تصير يعني عفوية أو طبيعية، خلينا نقول، لأن نحن بالآخر داخل المؤسسات أكان مجلس وزراء أو مجلس النواب، بالآخر نحن على تماس مع كل الكتل النيابية وعلى تواصل منا بقطيعة مع حدا، وحكما العلاقة بتقوى وبتضعف وفقا للملفات. الأكيد أنه هلأ في مع الكتائب نحن دائما يعني بملفات كتير عم نتقاطع عليها وعم بصير في تواصل بيناتنا عليها، وهذا واحد منهم. بالآخر مجرد ما خرجنا من المرحلة الماضية اللي صار فيها مواجهة وفقا أو استفافات وفقا لملفات معينة، وهي الملفات الكبيرة اللي قسمت البلد اليوم على الأقل علقت أو ودت على طاولة الحوار أو منها هلأ مطروحة، مجرد ما تطرحي كل ملفات الأخرى الأجندة الداخلية أو أي ملف يطرأ جديد، مش بالضرورة يحصل الاستفاف ذاته، ممكن أن تلاقي أنه في كتل ومواقف تتقارب أنت بيها وهي عمليا ما كانت ضمن الاستفاف القديم، فشي طبيعي أنه اليوم يحصل التقاء مع أفريقاء آخرين حول المواقف وحول الملفات، ولا شيء يمنع كمان أنه هذه هذا الالتقاء أنه يؤدي إلى اجتماعات وتنسيق أنت تتطور علاقة أكثر. طبعا هذا محكوم بمدى يعني الأرضية السياسية اللي بتبنى عليها واللي بتتوسع بتفاهمات أكبر وصولا لتطوير العلاقة، ولكن هذا هلأ مسار ليس الهدف، ولكن المسار الطبيعي هو ما يحصل من لقاءات وتنسيق طبيعيا وعفوية. يعني الشغلة بتتعلق بالملفات المطروحة وانتو بتلتقوا مع حزب الكتائب، بس يمكن الورقة اللي طرحتها 14 أذار وافقتوا عليها، في حين انه كان في ملاحظات من الرئيس أمين الجميل يعني. لا، نحن وقت اللي اجى النائب نهاد مشنوق على الرابية وعرض علينا الورقة، ما ناقشنا الورقة بتفاصيلها صراحة، حكينا ببعض المبادئ ووضعنا بالمبادئ تبع هذه الورقة، ومحنا بهالمبادئ يعني كنا إلى حد ما موافقين يعني مثل وجهات النظر متطابقة إذا بديك إلى حد. هلأ بتفاصيل الورقة بس تنعرض على لجنة إدارة والعدل سنناقشها، وإذا هي بذات يعني إذا في بعض التعديلات البسيطة لا شيء يمنع، بالآخر أصلا هن طرحينا من باب المناقشة وليس من باب الفرض يعني، وكل شيء بيخدم
فعلا بصدق يعني تحسين الوضع المعيشي والإنساني للفلسطينيين نحن لا نمانع فيه، مع أخذ بالاعتبار مبدأين. المبدأ الأول المحافظة على صفة اللاجئ للفلسطيني وعدم تحويله تدريجيا من لاجئ إلى مقيم إلى مواطن من خلال تطبيع تدريجي لهذا الوضع، لأنه هذا يسيء إلى حقه بالعودة وهذا مرفوض بالنسبة للبنانيين من ناحية التوطين. والمبدأ الثاني كمان من ناحية اللي نحن عم نطرحه من ناحية هو أن يتحمل العبء الفلسطيني كل المجتمع الدولي والعربي وليس فقط المجتمع اللبناني، لأنه مسؤول لحاله عن هذه المشكلة ويا ريت عنده الإمكانيات. لو عنا الثروات الطبيعية اللي بتكفينا واللي بتخلينا نقوم بها كنا بنقوم بدنا مساعدة حدا، ولكن لا يمكن. لبنان لا ما عم بيقدر يقوم بهم أبنائه كيف بالحرق إذا ما نضيف عليهم 600-700 ألف فلسطيني. فهذا المبدأين اللي من خلالهم عم نحاول نحن نقترح حلول حقيقية للموضوع الفلسطيني، بعيدة عن الديماغوجية، بعيدا عن المزايدات بالمحبة، بعيدا عن الشعارات الكبيرة. في حلول موضوعية عم نطرحها حول موضوع العمل، السكن، الضمان إلى آخره. إذا فعلا حدا بصدق بده يحسن أوضاع المعيشية الفلسطينية بأيدنا بهالحلول وبيساعدنا على تنفيذها. هل موضوع التوطين بعده وارد؟ موضوع التوطين أكيد وارد وبقوة. ليش من كل عقلك لبنان هل كل هالاهتمام الدولي فيه جاي من إطار اهتمامهم بس بطرقاتنا أو بجبالنا أو ببحرنا؟ أكيد كل الاهتمام الدولي جاي لأنه لبنان بعده بنظر الجميع هو الساحة اللي بده يتصرف فيها الحل للشرق الأوسط، وهو ساحة قابلة لأنه هيدي الساحة بيعتبروا فيها يعني هشة فينا نلعب على تناقضاتها، فينا بأي لحظة نضرب لها استقرارها حتى نهون فرض الحل عليها. من هيك بحكم موقعه، بحكم وجود 700 ألف فلسطيني على عرضه، بحكم جيرته لإسرائيل، هيدي الساحة اللي ممكن تحل المشكلة بأرخص ثمن عند المجتمع الدولي وعند الجهة الإسرائيلية. لسبب لبنان بعده بدائرة الاستهداف وسيبقى بدائرة الاستهداف طالما القضية المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية بعدها موجودة وطالما ما التقي لحل. بس بهالمرحلة نحن كل شيء بدنا إياه إنه ما يحصل هذا الحل على حسابنا. السبب ضروري نحسن حالنا ولا نسمح بضرب استقرارنا حتى نقدر نسهل فرض الحل علينا. نحسن حالنا، هل برأيك في حدا داخلي بعده مستمر في هذا الرهان؟ بدي أعمل محاكمة نوايا، ولكن كله يعني من خلال السلوك أو التعاطي أو الطرح. أكيد اليوم بدنا نحن سنحكم على كل يحكم على كل فريق بقدر ما من خلال مواقفه عم يسعى لإضعاف لبنان أو تقويته، لتحصين الوحدة الوطنية أو زيادة التفرقة الوطنية. هل فعلا يعارض تيار المستقبل التوطين؟ وما سر المواقف الملتبسة للنائب فؤاد السنيورة؟ في اقتراحات القوانين التي تتعلق بفتح مجال للإخوة الفلسطينيين بأنهم يعملوا في لبنان، بس بدل ما يكونوا عم يعملوا بشكل يعني غير مقونن صحيح بأنه يكون بشكل قانوني. حلقة جديدة من خبر أو خبرية الخميس الجاي 10:30. خبر أو خبرية دائما بانتظار أفكاركم وتعليقاتكم سواء عبر جروب الفيسبوك الخاص بالبرنامج أو من خلال البريد الإلكتروني خبر أو خبرية @otv.com.lb. إلى اللقاء.